دي شكلها حلو قوي، اكيد طعمها كمان تحفه. نفسي في حاجه حلوه كده قوي، اكيد دي هتظبط مودي وتخليني احسن. بس برضو مش عايزه اضعف اراده هاجر. يا لو مش عامله دايت كان زماني اخدت دي، بجد شكلها حلو قوي. بس برضو انا لازم اخس عشان عندي ميزان الاسبوع ده. هنتكلم النهارده على موضوع الحلويات وايه هي تاثيرها على اللي بيعمل دايت او الانسان الطبيعي. طيب هي الفكره كلها ان ايه هي الحلويات وبتتكون من ايه؟ هي بتتكون من اهم حاجه وهي اكتر حاجه فيها خطوره، اللي هي السكر المهدرج اللي هو المعالج، وده بيتخزن في الجسم بيبقى صعب جدا في الحرق. طيب لو في حد ياكل بكميه كبيره جدا في السكريات دي، هل امنعها مره واحده؟ ده خطر جدا، لازم اقلل من الكميه واحده واحده، ما ينفعش امنع مره واحده، لان يعني هيحصل له هبوط، يعني جسمه اتعود ان يخش له كميه كبيره جدا من السكريات لان هو عود نفسه على كده، وده اللي بيعمل عنده السمنه المفرطه اللي بيخزن الدهون في جسمه، بيأثر على الغدد زي البنكرياس اللي هي بتفرز انسولين في الجسم، لان الانسولين بتاع الجسم الطبيعي ما بيقدرش يحرق السكر اللي بدخله من بره. يعني هو المفروض ان انا باخد سكر خفيف عشان يفرز انسولين في الجسم عشان يحرق السكريات دي مع المجهود اليومي الطبيعي اللي بعمله عشان احرق كميه السكر اللي داخل الجسم. طب لو ما اتحرقتش هيحصل فيها ايه؟ هتتحول بعد كده لدهون، وبعد كده الدهون دي تتوزع في الجسم وتتخزن، اكتر كميه دهون بتتخزن نتيجه السكريات اللي هي بتبقى عند منطقه البطن والثدي، بتبقى مشكله كبيره جدا عند الاطفال بالذات وعند كبار السن، انه بعد كده بيتعود جسمه ان هو قابل لتخزين الدهون. طيب عشان نبتدي امنع موضوع السكريات، ما ينفعش امنعها مره واحده، لازم واحده واحده، لازم اقلل في الكميات. الكميه بتاعتي لو كنت باخد في اليوم مثلا 1000 سعره حراريه من السكريات، سعره حراري من السكريات، انزل واحده واحده، اخد 800 600 500 400، بعد كده اعوض السكريات دي بالسكريات الطبيعيه، اخدها من الفاكهه زي الموز زي التفاح زي البطيخ زي الرمان، اي حاجه فيها سكريات، عشان سكر الفاكهه اسرع في الحركه بيطير بسرعه مع اقل مجهود، بالذات السكر بتاع الفاكهه كمان بيحفز انتاج انسولين احسن من الجسم، فما بيقعدش في الجسم ما بيتخزنش دهون تفقده بسرعه. طيب السكريات اكلها امتى؟ ما ينفعش اكل حاجه مسكره قوي او اللي هي مثلا هقول زي اي حلوي نوع حلويات اكلها بالليل واخش انام، او اكلها بالليل وما اديش فرصه لجسمي ان هو يحرقها. لازم ادي فرصه لجسمي يحرقها، ممكن اكل حاجه مسكره الصبح في الفطار، على مدار اليوم كله انا هحرقها، لو هي فيها 600 سعره حراريه فانا لما اعمل مجهود في اليوم هبتدي احرقها، لكن لو كلتها بالليل ما اديتش فرصه لجسمي ان هو يحرقها ويتخلص منها فهتتخزن دهون. يبقى انا اللي انا بحرقه او عايز اعمل نظام لجسمي عشان احرقه، لا، انا ممكن اقول طب انا هاخد ال 200 سعره حراريه بتوع السكريات دي هاخدهم بالليل، طب كده انا ما عملتش حاجه، ما هيتخزنوا دهون، يبقى انا برده مش هخس او مش هفقد الدهون اللي في جسمي. طب اخدهم امتى؟ اخدهم الصبح. طب الناس اللي بتميل للحلويات زي الشوكولاته، الشوكولاته مش من نوع الحلويات المضره قوي، بس الكميه بتاعتها هي اللي مهمه، لان الشوكولاته مهمه في الجسم ان تفرز هرمون السعاده تخلي الواحد مبسوط. طب اخدها امتى؟ اخدها الصبح ولا اخدها بالليل ولا اخدها امتى؟ لا، اخدها ممكن قبل التمرين الصبح مع فنجان قهوه بعد الفطار بساعه او ساعتين، هتعمل ريفرش للمخ، تديكي طاقه، تتحركي، تحرقي من المخزون. بس الكميه قد ايه؟ ما اكلش كميه كبيره قوي وبعد كده اقول ان انا ما بخسش، لا، اخد بار اللي هو ادوق الحاجه. ما ينفعش اكل الحاجه بكميه كبيره. ابعد عن الحاجات المضره، الشوكولاته مش مضره بس الكميه الكبيره فيها هي المضره. زي ما بنقول كده يعني الحاجه لما بتزيد عن حدها تتقلب علينا بالعكس. فما ينفعش ان انا ازود كميه حتى لو كان في السكريات او في الحلويات او في الفاكهه. ما انا ما اجيش بالليل واكل مثلا زي الموز واكل 5 6 موزات واقول انا ما بخسش، طب ما هي ما اتحرقتش غير موزه واحده، الباقي راح فين؟ اتخزن دهون. حتى السكر بتاع الفاكهه ما هو مفيد بس ما اتحرقش، اتقلب بالعكس. فده بالنسبه للسكريات، يا رب نقل منها شويه عشان نستفيد ونظبط الدنيا احسن من كده شويه.
تيجي تقول لك انا عايز، انا يا دكتوره ما اقدرش استغنى عن الحلويات، ما اقدرش استغنى عن السكر في حياتي، اجي بقى اسالها اقول لها طب انت عايزه مثلا تاكلي سكر بس، ولا يعني حاجه فيها مسكره زي جاتوه تورته، ولا حاجه معينه مثلا، ده اصل انا بحب الشوكولاته، بحب مش عارف ايه، ففي اختلاف في ان انا مثلا عندي شهيتي للسكر عامه وده للحلويات عامه وبالتالي لاي معلقه سكر، او انا عندي شهيتي مثلا للشوكولاته، ده حاجه تانية، ده نوع الرغبه في حاجه معينه، وبالتالي الاثنين مختلفين. اللي هو عنده نهم او شهيه للحلويات كلها او عامه السكر، وطبعا هو ليه بيميل للسكر او بيقول لي ليه السكر بالذات، لان هي بتدي له نشوه وبتدي له طاقه، فبيحس ان هو ايه مبسوط، فبالتالي انا مش هاجي اقول له دلوقتي بص انت ما ينفعش والسكر ده غلط واضراره كذا وكذا 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 وكذا، ده بيرفع السكر الدم، ده بيعمل الكورتيزول، ده بيعمل القلق، انا قلبت له الدنيا، وفي الاخر هو مش قادر، يعني انا كده بظلمه، باجي عليه في كل حاجه. ليه؟ لان هو ده نوع جسمه اتعود عليه، اتعود على نسبه سكر فيه، فبالتالي زي الادمان، ان هو عنده انا باجي اسحب التدخين مثلا اسحبه كذا، الادمان اسحبه برا، يبقى بالتالي لازم الحكايه السكر دي برضو اسحبها تدريجي. في حميات كتير بتتكلم انا امنعوا السكر الابيض والبني والدايت والعسل، الاقي محروم من كل حاجه. طب انا ما انا يوم ما هوقفه او خلاص مش هوقفه، انا دوبك اسبوع او شهر وهرجع، انا عايز، انا بحب الحاجات دي وجسمي متعود عليها. وللاسف الحميات دي بتخسس كتير وناس كتير بتمشي عليها. جسمك محتاج نسبه سكر، محتاج نسبه دهون، محتاج كل الحاجات دي، فبالتالي ازاي اوظفها صح او ازاي اخد منها الكميه اللي ما تضرنيش. دايما بحب اقلب العيب لميزه، يعني ما بحبش ان انا دايما اقول انا هحرم نفسي من كل حاجه، لا انا مش محروم من حاجه، انا هاكل كل حاجه بس هاكلها امتى وتبقى ميزه بالنسبه لي ما تبقاش عيب. يعني ممكن اكل قطعه شوكولاته او قطعه حلويات واشرب معاها فنجان قهوه واخش اتمرن، فانا خدت الميزه اللي فيها ان هي فيها طاقه كبيره جدا عشان احرق من مخزون اللي عندي، احرق من مخزون الدهون اللي عندي، خدت الطاقه دي عشان احرق بيها. لكن ما ينفعش اخد الحاجه دي وانا بالليل هخش انام، لان هتقعد في الجسم اكتر من 6 ساعات هتتحول دهون. فهي دي الميزه اللي فيها، ان انا ممكن اكل الحاجات دي وما تضرنيش، لا بالعكس ده هتنفعني، انا حولت العيب لميزه، فده يفرق معايا كتير جدا. وانا برجح دايما الحلويات اللي استخدمها تبقى حلويات داخل فيها سكر فاكهه بس. طب لو انا بحب مثلا حاجه زي البسبوسه، زي الكنافه، زي الحاجات الحلويات اللي بتتباع عامه في المحلات دي، إيه لو قطعة صغيرة اوكي مفيش مشكلة، احاول ابعد دايما عن الحاجات اللي فيها سكر زيادة قوي، السكر المهدرج ده مشكلة كبيرة جدا، لانه يعني بيتخزن في الجسم اصعب انواع الحرق فيه، فده انا بخاف منه. لكن لو هاكل شوكولاتة مثلا مفيش مشكلة، دي مفيدة مش مضرة، بس ما اكلهاش بالليل، اهم حاجة ميعادها والكمية، الميعاد والكمية. يعني انا بالنسبة لي لو كلت شوكولاتة بالليل هتبقى مضرة، كلتها الصبح هتبقى مفيدة. قطعة الحلويات لو كلت كمية كبيرة الصبح هتبقى مصيبه، لان مش هدي فرصه للانسولين بتاع جسمي يحرقها كلها، فبرضه هتتخزن في جسمي. طب لو كلت قطعه صغيره بالليل برضه مصيبه ان هي هتتخزن في الجسم. فانا الحل ان ناخد قطعه صغيره بس الصبح. ده المهم بالنسبه لي. انا بحب الحلويات يا دكتوره وبتاع، بتاخد قد ايه سكر؟ باخد 5 معالق، باخد 10 معالق. طيب في كام مشروب؟ في كام حاجه؟ لا يبقى انا هنبدا نقلل، نخليها 4، خليها 3. طب ده هياخد وقت طويل وهيضرني وهيعملني، مفيش مشاكل، لازم اكون قلبي مفتوح معاه، لان هو برده غصب عنه ده نوع ادمان عليه. احاول ابدل اي حاجه جديده طعم بقي مش هيتعود عليها، ليه؟ لان خلاص مذاق بقي اتعود على الحاجه المسكره. كمان الهرمونات بتاعه جسمي مش مظبطه، كل الحاجات دي خلتني ان انا ارغب في السكر. ليه انا برغب في السكر غير ان هي بتديني طاقه؟ ده انا عدم نومي الصحي، الاجهاد بتاعي ان انا على طول مجهده ومش عارف ايه، فالحاجه اللي هتديني طاقه هي ان انا مثلا عندي نقص في بعض المغنيسيوم، الكروم، الحاجات دي كلها بتخليني ان انا اتوجه للسكر اكتر. كل الحاجات دي انا تخبطت الهرمونات بالذات مثلا قبل البيريود مثلا 3 ايام، تلاقي مثلا السيده تقول لك انا عايزه باكل شوكولاته، عايزه اكل حلويات، كل دي ليه؟ لان هي بتديها المود الحلو المزاج. طب ايه البدايل؟ انا ممكن ابدلها بحاجه ثانيه صحيه، القرفه جميله، مرمريه جميله،
في دلوقتي زبادي المكسرات وازود عليه قرفه، ممكن اديها لبن جوز الهند، لبن اللوز، كلها حاجات صحيه وبدائل وهتديني الرغبه للسكر وهتديني ان انا مثلا احس بارتياح. الفاكهه طبعا بدائل الفاكهه وسكر الفاكهه الحاجات دي كلها، بس غالبا ما بنحبش الفاكهه كتير بالليل، يعني لو هي جايه رغبه بالليل فاقول لها خدي مثلا لبن جوز الهند، خدي زبادي عليه مكسرات وعليه مثلا قرفه. الفاكهه بالذات ما بنحبهاش بالليل لان بيبقى فيها نسبه نشويات فبتزيد برده وبتتخزن في الجسم، فانا اقول لها لا خلينا مثلا لو انت فاكهه مثلا تفاح جميل، برقوق، خوخ، البطيخ، كل الحاجات دي فيها نسبه الياف حلوه وبتحسن المود معايا من نسبه الميه اللي فيها. يبقى انا اهم حاجه اديها او لها سبب ان انت، احاول اعالج السبب اللي هو خلاها تبقى رغبتها في السكر، زي مثلا وهي مجهده اقول لها حاولي تقللي من التوتر، حاولي مثلا تنامي كويس، انت ما بتناميش كويس، لازم اظبط مواعيد نومها، لازم اظبط اكلها، لازم يكون اكلها صحي. يعني هي مثلا لو فطرت نشويات كتير هتبقى بعديها بشويه هي عايزه تاكل حاجه فيها سكر. ساعات كتير نقول مثلا خد الفاكهه على الظهر او على الحاجه، جوب قالوا لقيتنا ناس كتير ياخدوا الفاكهه الظهر بقى عايز ياكل سكر، بعكس اللي ممكن ياخدها على الريق، ده خد على الريق بدا ياكلها خد نسبه السكر اللي هو محتاجها، لا ده محتاجش السكر غير فين وفين، وخدها عن طريق ان احنا خدناها بفاكهه، فاكهه طبيعيه اثرتها. ممكن ما حدش بيقول لي اصل المانجا والبطيخ والعنب وسكرهم، ما انا هاخد بس بنسبه قليله، هاخد الحاجات دي هتديني الفوائد بتاعتنا، هتديني النسبه اللي انا محتاجاها، كل دوت هياثر معايا واداني بدائل صحيه للسكر اللي هو انا شهيتي. هي الحلاوه ما تعتبرش من السكريات، الحلاوه دي حاجه بتحفز الانسولين بتاع الجسم ان هو يتفرز، ومعنى ان انا بحفز الانسولين بتاع الجسم ان هو يتفرز ان انا بعمل عمليه بناء للجسم، ودي مفيده جدا، بس برضو معادها هو المهم. لو خدت قطعه حلاوه في الفطار مفيده جدا، طب خدتها في العشاء مضره جدا، هي نفس الفكره. الوقت اهم حاجه بالنسبه لي، ميعاد الحاجه اللي باكلها. طيب غير الحلاوه ايه اللي ممكن اخده تاني؟ اي حاجه ممكن اكلها تاني مع الفطار بس الكميه، ويفضل السكريات تبقى بعيده عن الوجبه، بعيده عن الوجبه بنص ساعه او ساعه. ليه؟ علشان السكريات بتوقف هضم الاكل، بتخلي الاكل الطبيعي بتاع الجسم يخش، فلو كلت حاجه مسكره معاه اللي هي السكريات العاديه اللي فيها سكر بتخلي الاكل يضيق. نفس القصه المشروبات، ابعد الشاي او القهوه بعيد عن الاكل. ليه؟ لان لما بشرب حاجه من الحاجات دي بتدخل توقف هضم الاكل الطبيعي، فبيقعد مده كبيره في المعده فبيتحول لدهون بعد كده. فببعد السكريات او المكيفات او الشاي او الكلام ده او القهوه او اي نوع من انواع الحاجات السخنه، ابعدها عن الاكل بعيد عنها في ساعه على الاقل، عشان يكون عمليه الهضم بدات وقربت تنتهي، عشان الاكل اللي دخل جسمي يستفيد منه بطريقه طبيعيه، ما يتخزنش دهون. كل الحالات ممكن تمشي مع نظام الدايت، مفيش حاجه ممنوعه. المهم الكميه، انا مش المهم بالنسبه لي ايه نوع الحاجه، اهم حاجه بالنسبه لي الكميه دي. قطعه صغيره ان انا ادوق بس الحاجه، ده مهم جدا. تورته هي مشكله بس قطعه صغيره ادوقها، لكن ما اكلش كميه. اي حاجه في الدنيا حتى لو كان الرز او المكرونه او العيش، اي حاجه زادت عن الكميه الطبيعيه، اللحمه اللي هو الناس بتقول البروتين مهم جدا للعضلات، لو زادت بيعلي يوريك اسيد بتاع الجسم. اي حاجه بتزيد عن الطبيعي اللي انا محتاجه جسمي بتبقى مضره للجسم. في البدايه انا كنت عامل دايت عنيف، كان نازل بتاع 20 كيلو او 25 كيلو، كان وزني 125، دلوقتي الحمد لله بقت 100 او 98 يعني. فطبعا الحلويات بالنسبه لي شيء فظيع يعني، مدمن هي بالنسبه لي، ادمان ادمان بالظبط يعني. فالحمد لله بحاول اسيطر على قد ما اقدر، وبيبقى ليا يوم فري هو ده اللي بحاول اعوض السكريات بالنسبه لليوم دوت. كون ان واحد يوصل مرحله الدايت ده معناه ان في سمثينج رونج، يعني في حاجه غلط. حاجه غلط يبقى حاجه غلط من العادات بتاعته، سواء عادات في الاكل او عادات في اللياقه البدنيه بتاعته. لو في الاكل المفروض يبقى هو جاي وناوي ان هو يبطل فعلا، يبطل السمنه اللي فيه. عشان يبطل في حاجتين، اول حاجه عادات الاكل لازم تختلف معاه. اولا ما ينفعش يحرم نفسه على طول من الحلويات زي ما احنا متفقين، لازم يقللها، وفي نفس الوقت مع الجيم
كله هيتظبط مع بعض. يعني دايما بنقول ان الاكل والاكل 70% الرياضه هتبقى 30% عمل. الحلويات في حد ذاتها الجسم محتاج نسبه سكر طبعا، السمين الابيضين معروف الملح والسكر، فاهم قصدي ازاي؟ لكن في مرحله عمريه معينه، ده الكلام ده بعد الـ40، انت فاهم قصدي ازاي؟ والناس مرضى القلب والكوليسترول والكلام ده كله والسرطان لازم يبطل السمين اللي هم الابيض والاسود. يعني مش كميات كبيره بس بيبقى في الايام اللي انا بتمرن فيها كويس، الايام اللي انا شويه ما باكلش خالص، لازم يكون في تمرين يعني بحيث انه يحرق الايه السكريات او الحلويات دي، ان هي بتبوظ طبعا جدا نظام الدايت. يعني قبل ما اخس كنت بدخل كل يوم نسبه كبيره يعني شوكولاته كبيره اي حلويات بقى، بس لما خسيت بقيت لا قليل جدا، وفي فتره التمارين بس ومش كل يوم برضه. انا طول عمري ولا ليا في الحلويات ولا بحبها من ولا صغير، يعني حتى لو اي حد يعزم عليا مثلا شوكولاته مثلا ولا حاجه اقول له لا، انا ما يعني ما باكلش حلويات في العادي. سبحان الله بدات الدايت من هنا، بقيت اللي هو يعني اسبوع في التاني بقيت احس ان انا على اصلا ما باكلهاش، بس بقيت احس ان انا كده نفسي فيها، نفسي اتفتحت لها. فاجي ابوظ الدايت على شويه حلويات، وانا يعني اصلا السكر لما يعني انا اصلا بحب الحوادق اكتر، يعني انا بحب اللي هو انا بالنسبه لي مثلا هاكل حاجه حادقه طعمها حلو، ساندوتش مثلا بقى اللي هو لو هعك يعني بالنسبه لي اكل ساندوتش. سبحان الله بدات الدايت بقيت احب الحلويات. هو الدايت عامه يعني في كذا نوع من الدايت، مش دايت ثابت، بس انا عن نفسي لما باجي بعمل دايت مثلا لا بمشي دايت صارم، ما ينفعش الخبط فيه اكل حلويات وكده. غير طبعا بقى بيبقى ليك مثلا ايام معينه بتاكل فيه حاجات غير الدايت، الاكل العادي الطبيعي. في حاجه مهمه المفروض بنعملها احنا، ان كل وجبه ليه جرامات معينه من الجسم على حسب وزن الجسم وطول الجسم والسن، يعني اللي بيتحكم الاجهزه الحيويه اللي جوه الجسم اللي هي بتبتدي تشتغل، زي الغده بتاعه البنكرياس، زي المعده، زي الكلى، زي الكبد. الحاجات دي ليها كفاءه عن طريق السن. طيب والوزن بتاع الجسم ايه الكميه اللي هتخش له؟ يعني مثلا ما ينفعش لو هنشبهها بالعربيات مثلا، ما ينفعش احط بنزين في عربيه مثلا نقل كبيره نفس الكميه بتاعه البنزين دي احطها في عربيه صغيره. لا، هي كميه الاكل اللي هتخش على حسب وزن الجسم والسن والنوع وقابليه الحرق عنده قد ايه. فما ينفعش ادخل كميه كبيره لجسم رفيع ومش هيقدر يستوعب الكلام ده، وفي نفس الوقت ما ينفعش ادخل كميه صغيره لجسم كبير جدا. الكميه بالنسبه لي المحكومه انا وزني قد ايه، محتاج كام جرام بروتين في الوجبه عشان على مدار اليوم كله اكون جمعت كام جرام. يعني مثلا محتاج 25 جرام بروتين في الوجبه، ما ينفعش اقول انا عشان انا رايح الجيم هاكل 50 جرام. 25 بس اللي هيتخزنوا للعضلات، ال 25 التانيين هيروحوا دهون، مش هستفيد منهم. الوجبه مش هستفيد منها غير بكميات محدوده زي 200 جرام كارب و25 جرام بروتين وفيتامين. لو ما دخلتش دول مش هستفيد، طب لو دخلتهم هستفيد، لو دخلت زياده هيبقى مضر عليا، هتخزن دهون. هي الحلويات مش عايزك تحرم نفسك من حاجه، لان هتوصل لمرحله ان انت بعد الحرمان ده هتضطر تاكل، فجسمك ما كانش متعود على الحاجه دي، فاول ما هتخش له هتبقى غريبه بالنسبه له فهتتخزن. طيب ازاي امنعها؟ امنعها سنه سنه، اقلل الكميات، وبعدين لو هاخد حاجه ابقى بدوق الحاجه ما باكلهاش. يعني هاخدها الصبح، الميعاد بالنسبه لي مهم. ما خافش، لا هتتحرق، ما يقاسش، ما احطش في دماغي انا اكلت تورته النهارده فانا كده بوظت الدنيا وارجع بقى خلاص انا هيئست ومش هكمل في الدايت وانا بوظت كل حاجه والوجبه باظت. لا خالص، التورته اللي انت اكلتها دي خلاص كلها الصبح، اكلتها بالليل مش مشكله، هعمل حسابي ان انا في خلال اسبوع هحافظ على الوزن بتاعي، مش هاكل حاجه تاني غلط. هي دي بالنسبه لي كانت مكافاه لجسمي انا بديها له عشان هو ممنوع عنها، فبعد كده هكمل عادي واكمل في حياتي عادي. ولو حبيت اكل حاجه زي كده اقلل في الكميه واخدها الصبح عشان تتحرق معايا. عرفنا السبب، عرفنا البدايل اللي ممكن تخليني ابقى خلاص انا نفسي في سكر، خد دوت هيحسنه كتير وهيبعدني عنه وهيخليني صحيه اكتر. طبعا شرب الميه الاساسي دوت اللي كلنا بننساه، انا حتى ساعات بنساه في كلامي للاسف، ان انا لازم اشرب ميه. الميه هتخليني ممكن احط عليها عصره ليمون او ساعات بنحط شرايح ليمون بتخليها تبعد وتحد من حبي للسكر.
ان انا ازود الليمون او عصير الليمون مع اي اكل او اي وجبه بتخليني اعمل ايه، تخليني تحد من حبي للسكر. تمام. ساعات برضو اقول لك يعني ناقص الكروم، انا اقول لهم طب ايه هنلاقي ايه الكروم دوت؟ الذره هنلاقي فيها، البطاطا، خميره كبيره، اللحمه هنلاقي فيها الكروم دوت، هيحد من حبي للسكر. هنلاقي حاجات اللي فيها فيتامين سي زي الجوافه والكيوي والبرتقال، الفراوله، التوت، الحاجات دي كلها، والطماطم كلها غنيه بفيتامين سي وبتحد من حبي للسكر. يبقى انا بالتالي عملت، عرفنا السبب، لازم احط ايدي على السبب، سواء نوم، سواء اكل، سواء لخبطه هرمونات، سواء اجهاد، وبعدين اقول لها البدايل اللي هي كذا. لا ده انا عايزه، انا نفسي في الشوكولاته، هديها بدلها الكاكاو الغامق، او هديها قطعه شوكولاته دارك هتديها نفس الفايده، بس ايه، بعدنا عن الضرر وخدت الفايده اللي هي بتفيدها، بتزود السيروتونين في الجسم وما عملت معاها راحه نفسيه وجسمها. يبقى احنا اخيرا وحطينا ايدينا على سبب حب الحلويات، وحطينا ايدينا على علاجنا لحب الحلويات. الحلويات من اكتر الحاجات اللي بتسبب زياده في الوزن. في الحقيقه في بديل صحي للحلويات وهو الفاكهه، عشان كده لازم يبقى معانا فاكهه دايما عشان ما نضعفش قدام الحلويات. وبكده تكون نهايه حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده من اهلي دايت واحنا على ميزان.